يعني معايا على التليفون السيد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ. اهلا بيك يا سيادة اللواء. اهلا بيك كابتن ميدو، اهلا كابتن ياسر، استاذ ضيوف، اهلا بيكم وأسرة البرنامج والساده المشاهدين كلهم. في البدايه يعني كل سنه وحضرتك طيب ودايما بخير ومنورني في قناه الاهلي. ربنا يكرمك وانت طيب يا باشا، الله يخليك وما تحرمش. في الحقيقه كابتن ياسر عمال يتكلم يعني بطريقه يعني خلتني انا بقى متشوق ان انا اكلمك واعرف من حضرتك، يعني بالرغم من الـ 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 الشغل الشاغل بتاع حضرتك السياسي في المقام الاول، لكن حضرتك بتولي الرياضه جزء كبير من اهتمامات حضرتك. طبعا الرياضه ده جزء اساسي في حياه مصر كلها، مش في كفر الشيخ بس. جميل. في كفر الشيخ الحمد لله احنا يمكن عندنا فريق كفر الشيخ وصعد السنه دي فريق سيدي سالم، وموجود معانا كابتن من الكباتن العظام اللي احنا بنفتخر بيهم وبنفتخر بلمساتهم في النادي الاهلي وفي الفريق القومي. ان شاء الله يكون اضافه كبيره لفريق سيدي سالم ويكون حاجه كويسه لينا هنا في محافظه كفر الشيخ، وان شاء الله يكون فريق كفر الشيخ وسيدي سالم ان شاء الله يكون فرس الرهان ان شاء الله في الدوري المقبل في الموسم القادم ان شاء الله يبتدي في 9/8 تقريبا يعني. ان شاء الله. يعني اكيد انا كنت اسال حضرتك السؤال ده يا فندم، ان حضرتك يبقى عندك ناديين، نادي كفر الشيخ ونادي سيد سالم، وحضرتك بتولي الاهتمام للناديين، اعتقد ان هو بيبقى حمل، بس حمل جميل. حضرتك عايز اي فريق يطلع يمثل محافظه كفر الشيخ في الدوري الممتاز؟ ان شاء الله فريق من كفر الشيخ كل سنه ان شاء الله هيطلع فريق من كفر الشيخ ان شاء الله يطلع الدوري الممتاز، وكل سنه ان شاء الله هينضاف للدوري الممتاز بفريق من كفر الشيخ ان شاء الله. هيبقى في مجموعه فرق في كفر الشيخ، هتبقى كفر الشيخ مليئه بالموهوبين ومليئه باللعيبه المحترمين. كفر الشيخ صدرت لعيبه كبيره اكيد موجوده في من عندنا الكابتن حسام غالي اكيد يعني في عندنا تريزيجيه، في عندنا محمد عامر، كابتن عامر عندنا لعيبه كبيره ان شاء الله. كفر الشيخ تكون ولاده للعيبه الموهوبين ان شاء الله في الفتره اللي جايه، واحنا بنعمل استعداد كبير لان احنا نستقبل كل النجوم ديت، وان احنا يبقى عندنا مصنع للنجوم ان شاء الله. هتكون كفر الشيخ هتكون نموذج ان شاء الله لمحافظات مصر كلها ان شاء الله. يا رب يا فندم. اكيد الكابتن ياسر بقى عايز يكلم حضرتك عشان يشكرك كمان. انا طبعا بشكر سيادتك من خلال قناه الاهلي. اشكرك بامانه يعني، وتدام سيادتك لينا ولنادي كفر الشيخ دي حاجه بتشرفنا، وانا جدا سعيد جدا جدا بامانه، اللي انا حتى ما بكون حاجه مضايقاني باجي اقعد مع حضرتك شويه في المكتب، دي بتريح نفسيا مش اكتر والله بامانه يعني. لا كابتن ياسر، ده انت اضافه كبيره وفخر لمحافظه كفر الشيخ والفريق سيدي سالم بصفه خاصه، ان شاء الله تكون اضافه كبيره لينا، وان شاء الله تكون فرس الرهان ان شاء الله. يعني انا متابع التدريبات عند حضرتك ومتابع اللعيبه اللي انت بتضمها، وحاجه جميله، وان شاء الله احنا موجودين ومساندين لكم بقوه ان شاء الله علشان نكون فرق. احنا مش داخلين علشان نبقى ضيوف شرف، لا احنا داخلين علشان ننافس وعلشان يعني نصعد للقمه ان شاء الله، وكلنا دور ان شاء الله في كل سنه نبقى عندنا فريق في الممتاز ان شاء الله. احنا فريق، احنا محافظه اللي فيها جمهور، محافظه جماهيريه فيها جمهور وفيها ناس بتعشق الرياضه بتعشق اللعيبه. أكيد أكيد. انا يمكن لمست منهم ولمست من تصرفاتهم وتشجيعهم وحبهم للكوره ان شاء الله. احنا نكون اضافه، وحضرتك هتكون قائد للمنظومه في سيدي سالم وفي كفر الشيخ ان شاء الله، تكون اضافه كبيره لينا ان شاء الله. كابتن ياسر وانت شرفت ونورت كفر الشيخ، وكفر الشيخ تشرف بحضرتك. شكرا يا سياده اللواء. شكرا والله يا فندم. انا مبسوط جدا يعني بصراحه ان انا بتواصل مع حضرتك في قناه الاهلي، يعني حاجه جميله جدا ونموذج جميل جدا بالرغم من المشاغل السياسيه والسياسيه الهامه جدا اللي بتمر بها البلد في الاوقات دي تحديدا، لكن حضرتك بتلاقي وقت تهتم بيه الرياضه لمعرفه قيمه الرياضه عند حضرتك، واكيد حضرتك عارف قيمه الرياضه للمواطن العادي، فاكيد كمان حاجه جميله جدا لما يبقى راجل بحجم حضرتك وعنده مشاغل سياسيه وكمان بتولي جزء كبير من اهتماماتك للرياضه المصريه. انا بشكرك جدا سياده المحافظ اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة، حاجة جميلة بصراحة. ده حقيقة والله يا ميدو.